الحمد لله، وصلت إلى مرادك عثمان. قبائل الكاي تتحد. سيأتي يوم وستتحد كافة قبائل أوجوز وستكون قوية إن شاء الله يا أسدي، إن شاء الله. هل مررت بكاروان سراي؟ نعم، كنت هناك. خيراً. عثمان، أين وجدت هذا الخنجر؟ هل لفت أحد انتباهك في كاروان سراي؟ أظن هذا. أتت أميرة كولوجا حصار وجلست معي قليلا. صوفيا، صوفيا، لكن ما علاقة صوفيا بهذا الخنجر يا بني؟ وضعوني في موقف صعب زوجة عمي، طلبوا مني أن أصفح عن حياة شخص مقابل حياتك. ماذا تقول بني؟ هل هي صوفيا؟ ويانس. من هو يانس هذا؟ نتكلم بالأمر مساء. عثمان، عندما كنت في كاروان سراي كان من نصيبي أيضا أن أرى الوجه المبارك للشيخ أديب علي. هل أنت متأكدة؟ أجل، لمعت عيناك كالقمر يا أسدي. خيرا، أعطيتني خبرا مهما. وماذا عن ابنته؟ هل كانت معه؟ أتقصد السيدة بالا؟ نعم. أجل، تعرفت إليها أيضا. إلى أين تنهض هكذا؟ يجب أن أذهب إلى كاروان سراي بسرعة. سنتكلم مساء زوجة عمي. لم أكن أظن بأن موتي سيبهجهم لهذه الدرجة. أديب علي، سيعتقد بأنك مت يا سيدي، وهكذا سيتحرك براحة أكثر. يبدو بأن الموت مفيد. لو كنت أعرف هذا لمت منذ زمن. أمير سلفادور، عثمان دخل إلى الفخ يا سيدي. إذن حان الآن دور الذئب الكبير. كنت أعتقد أنك ستحزن على محاربيك أمير سلفادور. ما يحزنني هو الانحراف عن أهدافي فقط أيها القائد. هل وجهتنا الآن واضحة سيدي؟ بالطبع واضحة يا أكشا، وجهتنا هي الصراط المستقيم. آمنا سيدي، آمنا سيدي. يا رفيقا الدرب، ولادة المرء مسلما من أبوين مسلمين نعمة، وبقاؤه مسلما نعمة. قد يكيدون ويغدرون بنا ويبعدوننا عن موطننا وعن أهلنا، لكنهم مهما فعلوا لن يخرجوا إيماننا منا، وسنستمر في طريقنا. لن ننحرف عن وجهتنا ولا حتى بمقدار ذرة. لا تنسيا أبدا، المكافأة المعنوية سيأخذها من لا يخضعون للذل هي العزة والهيبة. سلمت سيدي، سلمت سيدي. سيدي،
نسمع أخبارا بأن يانيز قد قتل في القلعة. رموا للذئب قطعة لحم كبيرة. الذئب اليقظ نظر إلى مكان وقوفه ونظر إلى قطعة اللحم الكبيرة، فشعر بوجود خطأين: أولا قطعة اللحم الكبيرة، وثانيا بعد المسافة. بماذا تشك يا سيدي؟ يانيز طعم كبير، كما أن خروجه من الوسط بهذه السهولة يدعو للتفكير. برأيي إن فتاة مثل صوفيا لن تسمح وترضى بإعدام أبيها إطلاقا يا إخوتي. نيتهم واضحة. أنت فقط من يعرف مكان الكنز، ألا يعرفون هذا؟ بلى يعرفون، لهذا السبب سيرمون كماشاتهم على عثمان الآن. سيعترضون طريقه وسيحاولون سلب عقله منه. أكشى، هل ذهب عثمان إلى الإعدام؟ لم يذهب سيدي. إذن فقد بدأ امتحانه مع الشيطان. عندما يعرف من السيدة سيلجان أنك هنا، سيأتي إلى عتبة بابك وسيرغب برؤيتك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أخبر السيدة أديب علي أن السيد عثمان يريد التكلم معه بمسألة مهمة. حسنا أخي. سيد عثمان. سيدة بالا، وجدتك والحمد لله. قلقت عندما ذهبت دون أن تتركي خبرا. ترى هل أباك مستاء مني؟ ما رأيك أنت سيد عثمان؟ لقد أخطأت وكسرت قلبه، لكني أتيت الآن لأقبل يده وأخذ المسامحة. أبي لا يدير وجهه لمن يأتي إلى عتبة بابه، كما أنه مستاء مما تفعله ويريد إرشادك إلى الصواب. نصيحته لي كأنها نصيحة من أبي، ما كنت أود أن أحسنها. هل تعرف لماذا أحزنت أبي؟ أعرف سيدة بالا، بدل أن أحارب من أجل العدالة حاولت أن أكون العدالة. لقد أصبت القول، سوف يفرح بقدومك. إن شاء الله، إن شاء الله سيدة بالا، لأرى وجهه المنير ولأخذ الدعاء منه. لدي ما أقوله له، ومن ثم لك. إلى أن يأتي أبي لنجلس معا قليلا. رأيت زوجة عمك اليوم. أعرف، بفضلها وجدت. لقد خفت كثيراً ألا أرى عيناك مجدداً. سأطلب من زوجة عمي أن تأتي إلى أبيك لكي تطلبك منه. لما هذا العبوس؟ Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام درويش أكشا. أهلا بك سيد عثمان. أهلا بك. جئت لرؤية أديب علي. السيد ليس متفرغا سيد عثمان. أيعرف أن الأمر مهم؟ يعرف. لأذهب وأراه. سيد عثمان. عليك بالصبر. الصبر باب الوصال. اعلم هذا. قد أغلق أباك الباب في وجه من يقف على عتبته. أأنت مستاء؟ لأن اليد التي طلبتها لم تمسك يدك. أم أنت مستاء لأنك مددت يدك ولم يمسك بها؟ الشخص يحصد ما يزرع. لا تدع تلة صغيرة توقفك. فما زال أمامك مئات الجبال لتجتازها. الاستسلام لا يليق بي سيدة بالا. إذن يجب عليك أن تكون صبورا في طريق الوصال. هل جهز مكعب سرنا يا أكشا؟ لابد أن ناره كانت قليلة، لهذا يسرب الماء. إذن يجب إشعاله. بالتأكيد أبي يعرف شيئا لا نعرفه. بالتأكيد. هل صعب الانتظار في باب الوصال؟ إن كان علي أن أنتظر فسأنتظر حتى آخر نفس. يكفيني أن أعرف إن كنت ستنتظرين. أن أكون رفيقة درب عثمان أمر سأنتظره حتى آخر نفس لي، لكن اعلم بأن الطريق سيكون صعبا. حتى إن قطع نفسي ستكونين نفسي. يكفي أن أعرف أنك ستصبحين رفيقة دربي. كن مطمئنا سيد عثمان، حتى لو انتظرتك طوال العمر فسأنتظر. سأعود سيد بالا. إذن ما الذي جعلك تعبسين؟ السيدة آيغول. ما بها آيغول؟ زارتني عندما كنت ضيفة في خيمتك. قالت إننا مصيبة على رأسك ورأس قبيلتك، وحذرتني. لا داعي لأن تحتد سيد عثمان، فهي من دمك ومن روحك. وما شأنها بكم؟ مشكلتها ليست معي أو مع أبي. ما مشكلتها إذن؟ تحبك وتظن أنك من حقها. أنت تعرفين أنني أحبك سيدة بالا. دعي مسألة آيغول لي أنا، لكن
لم أكن أعرف أنني أحزنت أديب علي لدرجة لا يرغب برؤيتي. سأنتظر بكل صبر. عن إذنك سيدة بالا. السيد ليس متفرغا سيد عثمان، عليك بالصبر، الصبر باب الوصال، اعلم هذا. اجلسي يا ابنتي، اجلسي. ثمة شيء سيكلمك به أبوك، اسمعيه بآذان صاغية. ابنتي، نحن في عرفنا الفتاة تاج على رأسنا، لأنها ضيفة عندنا تذهب عندما يحين الوقت، وأنت قد حان وقتك يا ابنتي. أريدك أن تحطي في مكان عال، لا في مكان شديد الانحدار، وأن تكوني رفيقة رجل يعرف قدرك وقيمتك. اليوم كنت مع السيد علي شار في كولوجا حصار. زوجته توفت كما تعلمين، وهو يراك زوجة مناسبة. قدم عرضه لي وأنا أقدمه لك، فهل أنت راضية؟ أبوك يسألك يا ابنتي. افعل ما تراه مناسبا يا أبي. يا ابنتي، فمك يقول شيئا وعيونك شيئا آخر. برأيي أن تبقي وحدك قليلا وتفكري بالأمر. حسنا. لن تعرف الفتاة مصلحتها سيد دوندار. هل سنتركها على انفراد مع قرار مهم كهذا؟ لن أجبر ابنتي على فعل شيء لا تريده. ابنتي أنا ليست بضاعة للبيع في السوق الجديدة. اسمعي، دعيها تتخذ قرارها بنفسها. انظر إلى نار هذه الشموع يا كالانوث، كم أنها خائفة وكم أنها ترتجف. إن نفخت عليها ستنطفئ وتذهب.
سوف تتحقق أحلامنا يا حبيبي. أنت وأنا سوف ننال من الأتراك معا. السيد يانيس سيرشدنا إلى الطريق، ونحن سنمشي يدا بيد في الطريق. طالما تنظرين إلي هكذا، وطالما تشتعل نار العشق بيننا، سنكون معا يا صوفيا. لماذا أتت سيلجان؟ نظموا الرحيل، سيستقرون في قبيلتنا. 50 خيمة تعني 500 فم سيأكل. أساسا لدي ما يكفيني من المشاكل، والآن سأنشغل بهؤلاء أيضا. قابلت عثمان فور قدومها. لا داعي لأن أخبرك عن سيلجان، لا تبعدي عينيك عنها أبدا. أهلا بك زوجة أخي. أهلا بك سيد دوندار. تفضلي، إن هذه المائدة من أجلك. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاربة الأخ لأخيه أمر حتى الأبله لا يفعله. باتور، عثمان، هل هذا صحيح؟ هيا قولا، أيجوز شجار الإخوة في خيمتنا؟ لا زوجة عمي، لا يجوز أبدا، لكن عثمان أصدر حكمه دون أن يسمعني. باتور، شجاعي أزرق العينين، لنسأل عثمان أيضا. زوجة عمي، لنغلق هذه المسألة كي لا يتعكر صفونا. غوندوز، يا نور شمسي، المشكلة التي في الخيمة لا تحل بالتأجيل، بل تحل بالاهتمام بها. ما زالت هذه المسألة جديدة بقدر جرح باتور، إن حككته سينزف، فلا تحكيه. ألا تعلمين أننا تربينا على تعاليم الأم هايمة سيدة زهرة؟ غير أني عاصرت 3 أسياد. همي ليس جعل الجرح ينزف، بل همي معالجته. عثمان، هيا قل، صحيح ما قاله باتور؟ طعنني في لحظة لم أتوقعها، لما توقع هذا من عثمان. عثمان، هل ما يقوله باتور صحيح؟ عثمان قليل الخبرة، عثمان الخام، المتسرع تكون أعماله السليمة قليلة، احفظ هذا جيدا. صحيح زوجة عمي. لقد أخطأ في حقي، لكن تصرفت بتسرع. عثمان،
بطلي ذو نظرة الذئب، إن تسرعت ستجد الندم، إن تأنيت تجد السلامة. أنا فقدت ابنا كالجبل، وفقدت شجاعي جوندوجدو. ليس لدي غصن أتمسك به سوى أنتم يا أولادي. إن أنتم افترقتم هكذا، فأي غصن سأمسك؟ نصيحة جدي كوركوت كبير الأوغوز: القوة دائما في الجماعة، والضعف دائما في التفرقة. هيا فلتعانقا بعضكما لننهي هذا المأدب، وليصبح جو مأدبتنا جميلا. سامحني بحقي. مسامح. سامحني يا ابن عمي. ما شاء الله. زوجة عمي، أتيت بحنانك، حفظك الله. قبيلتكم بحاجة إلى نفس الأم يا جوندوز، وإلى حضنها وإلى حنانها. ابنتي، ما بك؟ أراك راكدة، تعالي لنرى. خيرا إن شاء الله. أنا بخير أبي، بخير، لكن يضيق داخلي قليلا. ما الذي يخنق نور قلبي بالظلام؟ هيا أخبريني لنعرف. إنه حالنا يا أبي، نحن نلقى الغدر في كل مكان. الألاعيب تحك من أمامنا ومن خلفنا، كيف ومتى سنرتاح يا ترى؟ أفكر بالأمر فأشعر بالضيق. أمك المرحومة السيدة أولدوز أيضا كانت هكذا، عندما تشغل بالها بشيء تجلس في زاويتها وتأكل وتنهي نفسها من داخلها. ابنتي بالا، ليس داخلك الذي يضيق، بل هو قلبك. الإنسان يخلق من مضغة ضعيفة جدا، لكنه يقوى مع مرور الوقت. جسده الصدفة وقلبه اللؤلؤة. الجسد هو الظرف والقلب هو المظروف. القلب هو بلد لا بداية ولا نهاية لحدودها. القلب كمحل العطار الذي يملك عنده كافة الأدوية. إن وضعت العدالة في القلب تصلين إلى الضمير، وإن وضعت العلم في القلب تصلين إلى الحكمة، وإن وضعت الحنان في القلب تصلين إلى الرحمة، وإن وضعت العشق في القلب تصلين إلى العبادة، كما قال رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كان قلبنا سليما
تكون كل أعمالنا سليمة، لكن لا أظن هذا همك. منذ متى أصبحت تنهمين من أجل نفسك ومن أجلنا سيدة بالا؟ من يكون مهموما يرى المصائب بحجم الدنيا. الإنسان إما أن يقوى بحجم همه أو يضعف بحجم همه. هل سننهم بهمنا وننسى هم كل المظلومين من إخوتنا في العالم الإسلامي؟ إن انهم قلبك بهم إخوتنا المسلمين المظلومين، عندها إن شاء الله ستجدين خلاصك. يا الله، نظف قلوبنا من هموم الدنيا، واجعل همنا أن نلقاك بقلب نظيف. أنر قلوبنا بنورك حتى لا يدخلها الشيطان ويحتلها، وقوي إيماننا حتى لا نحيد عن طريقك أبدا. آمين. إياك أن تقول كلمة إلى أن يبرد قلبي. إياك. أولا سأكسر أصابعك. الآن سوف أقطع جفونك وسأملأ عينيك بالملح. فوران يا أخي، توقف. اتركني بوغاش. توقف يا أخي، توقف. بوغاش اتركني، اتركني. سأتكلم، سأتكلم، سأقوم كل شيء. تكلم كي تموت بسهولة. حسنا، سأقول كل شيء. يكفي ألا تسلمني له. غدا سلفادور سيداهم قبيلة سامسا، سيلتقي مع رجاله في كروان سراي. تكلم، كيف سنعرف هذا الكلب؟ ستجدون إشارة كبيرة خلف رأسه. كانتوراي، انتظر هنا يا أخي، نحن سنخبر سيدنا. هيا. أذكر جيدا اليوم الذي جلب فيه أبيك أمك المرحومة إلينا. تجاوزا الكثير من المحن، لم يبق شيء إلا وأصاب أباك والمرحومة أمك عندما أتت إلى القبيلة. لترقدي في سلام يا حليمة. عندها تصدت للجميع ولكل شيء، حتى لي أنا. كنت أقول إنك تحذو حذو أبيك، وقد أعطيت كلامي حقه بني، وستنال من ذلك الشيطان المدعو يانيز ومن تلاميذه بإذن الله. لا تقلقي أنت يا زوجة عمي، بإذن الله سأنال من ذلك الشيطان أيضا. أعرف. هيا قل لي، ماذا تريد مني؟
أنا أحب السيدة بالا يا زوجة عمي. عيناك تصرخان بأعلى صوت بني عندما تقول اسمها. عيناك تلمع بشكل مختلف. هيا قل لي، ما الذي تريده مني؟ أريدك أن تذهبي إلى أديب علي غدا. عثمان بني، أريد أن تطلبي لي السيدة بالا على سنة الله ورسوله. الحمد لله أني رأيت هذه الأيام. ولماذا ترسلني بوجود أبيك بني؟ لأن طريق أبي طويل ولا أعرف متى سيعود إلى قبيلتنا، كما أنه لم يبقى لدي أي صبر. ونقيم العرس عندما يأتي، عدا عن أنني كسرت قلب أديب علي. دخلت في أحوال لم يرها لائقة بي، مع أنه حذرني، لكني أدركت الخطأ متأخرا. يا بني، هل يقع علي طلب السيدة بالا بوجود عمك دوندار؟ عمي هو نصف أبي، لكن أنت أمي. أمك فداءك. بوجود أمي، ما الحاجة للسيد دوندار؟ لا تقلق أبدا، سأذهب غدا بسرعة إلى باب ذلك الرجل المبارك. سلمت زوجة عمي. ثمة مسألة أخرى. قل بني. قل. أرى أن أباك أغلق الباب في وجه من يقف على عتبته. الحب والرحمة نهر بداخل الإنسان يا بالا، إن تدفق بقوة لن يبقى أي سوء بداخله. والسيد عثمان يخر كنهر كبير هذا.